مساحة اليخت 64 في 14 متر، عبارة عن 5 طوابق، 17 غرفة نوم و 34 حمام. اليخوت هذه اللي تجي بهذا الحجم والمقاس تساعد تقريباً 960 شخص، إن يعتبر هذا اليخت من أكبر اليخوت في العالم. هذه اليخوت عادةً تبدأ تكلفتها من 100 مليون وطالع. تقريباً هذا اليخت تكلفته حوالي 300 مليون درهم. هذا يعتبر مدخل اليخت، وهذه طبعاً قاعة استقبال كبيرة، والجدران اللي تشوفوها على يميني وعلى يساري تتفتح زي زهرة اللوتس. أنا الحين واقفة في غرفة صاحب اليخت. يعني حتى هنا في شاشة سينمائية تنرفع الشاشات، وورا الشاشات في منظر جميل للبحر من كل جهة، ومن أي ناحية تقدروا تشوفوا البحر. هنا ورا الشاشات في جدار برضو، وفي مفاجأة ورايا مرة حلوة. هذا الجدار ينزل ويصير يطل على البحر. وهذا هو المسبح. زي المنظر اللي شفناه تحت، هذا المنظر أحلى وأحلى، لأنه صرنا الحين على أعلى طابق في اليخت، وهذا السقف اللي فوقنا ينزل هيدروليكياً عشان يصير مهبط للهليكوبترات.